نجم يدخل ويخرج ونزيد نخسر مباراة العودة. الوغ لا ميناجي ان شاء الله نهارين هذوما يقوم بالعلاج اللازم باش يكون عنده اكيد باش يكون عنده اضافه. تبقى راهو اليوم لعب ايمن طرابلسي على المستوى الدفاعي، تعرفوا ايمن طرابلسي على المستوى الدفاعي عمل مقابله تعتبر محترمه جدا جدا جدا، وهذا هما اللاعبين اللي نحبوهم في النجم الساحلي، انه لما تحتاجوا في اي خانه او دون امبورت كيل بوست تلقاه ويعطيك. لكن قعدنا على المستوى الاضافه الهجوميه اقل شويه، لذلك اكيد بوجود ايمن او بوجود برجوع غازي ديما عندنا حلول ان شاء الله للمباراه العوده. ما نقراش حسابها، هذا هما السون دي زوبسرفاسيون. بالنسبه لي انا كل حقيقه كل مباراه عندها حقيقتها. نجم نقول لك انا نجم الساحلي كيف كيف ما انهزمش حتى مره في رابطه الابطال على ارضيه ميدانه. الوغ ما يعني ليش برشا، هو اللي يعني لي كيفاش نخلطوا في فورما نهار الماتش، كيفاش باش نتعامل مع مجريات اللعب، كيفاش باش نستغل نقاط الضعف تاع المنافس، كيفاش باش نوقف نقاط القوه نتاعو. هذا بالنسبه لي يعني اما لي ستاتستيك هذوما كلهم يعطيوك مؤشرات على مستوى اللعب اكثر ما يعطيوك مؤشرات اخرى، خاطر لما تتكلم عن النتيجه في بعض الاحيان تنجم تعمل مباراه ماهيش باهيه وما تخسرش، كيما تعمل مباراه كبيره برشا وتخسر. الوغ نمشي اعمق من هذا. كل صراحه معناتها والله باش نقول لكم حاجه، مشيت بعد المباراه قلت له one of the best if is it not the best. من تحب تكره معناتها حتى فما اغلاط نتاع دابريسيسيون نقولوا احنا نتاع تقييميه، هذه موجوده في كره قدم حتى عاليه المستوى في اي مكان كان موجود، لكن كاداء عام للحكم نعتبره اداء ايجابي. وانا مهزومه فوالا. ايوا لا رياكسيون ايتي فات بعد البونت الاول، وقلت هنا قبيله قلت لعبنا تحت ضغط النتيجه منذ بداية المباراة، يعني كنت تلقى روحك انت قابل هدف ومن بعد تعادل ومن بعد تقعد تحت ضغط النتيجة حتى في الأوائل نتاعك. تبقى حاولنا ما تقوليش معناتها حاولنا حتى بعد ما سجلنا الهدف الأول حاولنا، لكن ما كانش بك الشراسة اللازمة اللي نقولوا باش تجيب بها هدف، كما مثلا تسديدة نتاع فراس سي لافي انكور بلوس دو جو بوتيتر راهو مشى اكثر للعمق اكثر بها قرب بها اكثر. حبيت نقول انه نحبوا نكروا في المباراه كما هذه لعبنا تحت ضغط النتيجه، لكن كنا ناقصين شويه شراسه على المستوى الهجومي وهذا اللي كلفنا المباراه. نسلم عليه والله حاب نسلم عليه قبل الماتش ثم غالب من الخسرة تفرماش هي ما بدايش عايش خويا ربي عين سامحوني لو ليه قال لك باش ناخذ خاطر عيد هذا اللي قلت لزميلك تو نفس السؤال تقريبا قلت جاوبت معناتها قلت كانت ناقصه شراسه هجوميه اللي كلفت المقابل.
نو نو سي با ان شوا، فما حتى واحد يعمل شوا باش يرفض اللعب. احنا ايجابيين نلوجوا على اي مباراه تلعبها، تلعبها من اجل الفوز حتى ولو انك عندك بالتعادل باش تمر. الوغ لا لا، شوف ديما فك لي زوبسرفاسيون ما نمشيوش برشا بعاد بعيد، راهو سي بارفوا سي سون لي سيركونستانس دي جو. ما كنتش شرس ما ماركيتش، با بلو سامبل كو سا، سي سامبل كوم بونجور. ما كنت شرس ما ماركيتش، ما كنت شرس ما مشيتش قدام، ما عملتش التوازن نتاعك، هذاك هو. بارك الله فيكم. انت بنت كتفوت انت انت ودي فرد سيتا مرحبا بك. لا با دي تو، لا لا حبيت نعرفك. مرحبا بخويا نبداو لو بوان دو بريس مع سي خالد بن يحيى. بيان سور يعطينا سون اوبينيون سور لو ماتش. اهلا مرحبا بكم. نعتقد اللي كانت مقابلة كما كانوا يتمناو فيها الجماهير من تاع الرياضية والنقاد، او نيفو دو لانتونسيتي، او نيفو تكنيك، او نيفو معناها تكتيك، او نيفو دو لاغريسيفيتي، سيتي معناها ان بون ماتش من ظاهرين معناها الناس كل خدمت على رواحها باش نعملوا مقابلة في مستوى معناها كرة القدم التونسية. ونعتقد اللي الناس كل قامت بواجبها. مرحبا بكم. تفضلوا تفضل سيدي. ذا اخوي بارك فيك. معني عاود ارجع لي حدد لي السؤالات باش نجم نتصرف معاك. رضا فيما يخص على هيئه النجوين اليوم كان ينجم يكون تقريبا الورقه الرابحه خاصه في ديزيميتون. نعم معقول، راي محترم. نعتقد اللي كونسيرنو غيلين، غيلين مازال مشد سو البلون معناها فيزيك، مازال معناها خاطر عنده طوندون روتوليان نتاعو مقلقو شويه، ماهوش كونستون في ال في ال في لي زونترمون نتاعو. دونك معناها كي نخرجوا منه تو نص ساعه 20 مينوت 25 مينوت تسمى ما قصرش. نعتقد اللي اذا فما نهار انا فرحان باللاكس نتاع الديفونس هو اليوم. معناها قدموا مقابله ممتازه ممتازه جدا ضد الادفيرسير كورياس. معناها ما تنساوش اللي احنا في الربع النهائي، شفتوا لي ريزولتا الاخرين، الاهلي عامله ماتش نيل ومازامبي تقريبا قالوا لي ماتش نيل وستيف ربحنا زيرو. سي دي ماتش كومبليكي جوي. نعتقد اللي ولادي الكل قدموا بمقابله ممتازه ممتازه جدا. بطبيعه الحال فما واحد عمل مقابله ممتازه، ثاني متوسط، واحد على كل حال حتى اللي بعد اللي يلزم تغيير غيرنا. والمهم في هذا الكومبورتمون كوليكتيف نتاع ليكيب قعدنا في في اللوجيك نتاعنا. النقطة الوحيدة اللي ديما معناها أنا جاي نسيستي عليها اليوم معناها الجمعة هذه الكل هو كومون جيري بعد البونتو، وين ماركيو بونتو ولات عندنا مشكل كومون جيري لابري بوت. فهمتني؟ قلت لهم معناها أون دو تيتر معناها تبارك الله عندي جوار اكسبيريمونتي واحد مالوريزمون مازال
تونا شويه ما كليناش معناها بكري مون فان كونت مشينا وكليناه البونتو مع تاع ليغاليزاسيون سي ان بروبليم دو كونسونطراسيون دي ديسبلين تكتيك وانا جي انسيستي على الكلمتين هذوما اما على كل حال سور لونسومبل قعدنا في الفيلوزوفي دو جو نتاعنا انا ايسي معناها دو جوي ترونكيلمون معناها افيك سون فروا حتى الاولاد ساعات يحبوا لي بيكسيتي وانا نحاول حتى في الميتون قلت لهم نايدر واحكم راهو الماتش دور 90 مينوت اون دو تيتر باسيون ا سو نيفو لا راهو معناها كل غلطه بحسابه ونعتقد الاغلبيه نتاع اللاعبين قاموا بوجبه. عندك دي بوان تعس عليهم ما تيك صح معناها فريمون من تروا بيفول هذا لا على خاطر الكلوف نتاع الاولاد خاطر البلاصه هذيك والكفران هذيك ضربه خلي الشمام الاخرين جاو يتكولف سعد ويوسف جاو يتكولف البارح برك راه البارح لقيت هذا نترناو فيه خليل يضرب فيه جاو هما حبوا يتكولف قلت لهم زيو من الكلوب برا شدوا بلايسكم كل حد يا اخي وتيت بون بعد ساعات ربك عطى خير وقت اما سيتي معناها البلاصه نتاع خليل هي البلاصه هذيك بالضبط يضربها خليل شمام البارح خدمنا عليها بس نقول لك شي راهو معناها جي انفونتي انا ولا لي هكاك البارح والله العظيم هو زهرت لنا نقول لك معناها ساعات ما تختفش. تفضل. صحيت سامحني قسيت عليك. عملنا الاهلي وعملنا الاتحاد الاسكندري والاتحاد الاسكندري وتاون شيب غادي كنا معناها النجم ماتشات هذوما الكل نربحوا اكيد احنا في معناها وهذه ديما رد بالي منه توا ممكن خاطر انا رابح النجم نفسره تعجبنا رواحنا عندنا راهو المشكله هذه في تونس الكل هذه اللي معناها ديما نقول لهم انا ان بروبليم تاع اندورونس مونتال فريمون بعد ما ترشحنا من كامباليسيتي لي روتور حسيت انا احساس معناها نخزر لهم لاعبيه نعطيكم روبير مثلا بعد ماتش كامباليسيتي يوسف البلالي ما حسيتوش الجماعات اللي قبل الكل ولا يشد في الكره برشا خاطر هذاك طاح في الفاسيليتي عجبتنا رواحنا في الكره تتعاقب ديريكت كاش تتعاقب مالغري اللي نلعبوا ونكوروا ما فما فون اللي حكى عليه شهاب الليلي ما كناش شرسين في الماتشات اللي فاتوا كورنا اما سون زاغريسيفيتي وهذايا دخلني هنا بروبليم تونسي راهو هذايا تعرف معناها نتاع الاكل شبه معناها بون ما نقولوش تيرموند اما احنا نسميهم اللي تا ايمرجون مازال عندنا المرض هذا اكل اللي نربحوا ثلاثه ماتشات صايي نوليو لوندورونس مونتال اللي يلزم كل ماتش تهبط وتقعد سيريو ابليكي ديسيبليني هذا اللي كانت ماتش انا بي كاش على الديتا هذا كي كليناش العصا شي يولي نوليو فيبريل نعاني جمعه كامله في الفيبريليتي ردوا بالكم اون دو تيتر كالم عندكم لي كاليتي انا باسي معناها دي بريود كيف او نيفو دي ريزولتا ما كانوش معناها محترمين اون دومين اون كري مي تعاقبنا على خاطر اون تي نونشالون توا معناها اليوم الاولاد زيتي مالغري لا فيبريليتي ام اون تي كونسونتري بالكدا على الماتش الحاجه البوان الوحيده اللي قلقتني هو البونتو اللي كليني على بالاريتي وي تفضل والله برشا حوايج مع بعضهم تعرف القرار نتاع تنحيط معز وتلعيب ورامي تعرف شنو مشكله كبيره صدقني باش خديت ديسيزيون تلعيب رامي ما نبش نحي معز علاش وكيفاش والكونسيكونس نتاعها في الاخر كلمه معناها اونيتمون جي بري لا ديسيزيون خاطر رامي لا ليكسبيريونس On a besoin de sérénité dans le gradin. J'ai choisi la sérénité dans le gradin. Dernière question, s'il vous plaît. Là. C'est vrai,
ثلاثة مدافع. هذا الشيء اللي يدل على ان هناك مشكلة في التجسيم بالنسبة لخط الهجوم. لا هو ساعات يجي هكاك ساعات يجي يوم المدافعين يسجل اما مادوما في والاغلبيه هو المدافعين يمكن كي نخدموا نعطيوهم معناها دي كونسيني باش خاطر في طبيعتهم هما احنا لي ديفونسور من اصلنا ولو انا مانيش حق في يكون الديفونسور ديما انجاجي ويعارك اكثر بالراس دونك اليوم ظهرت لهم في لي بلاريتي نقزوها ونخدموا عليهم احنا برشا هما لي ديفونسور. هاي ميرسي بوكو عايشكم مرحبا بكم مرحبا.